في صباح بارد من فبراير من العام 2008 في حدود الساعة 10 نزلت من الحافلة التي وصلت من القصر الكبير إلى المحطة الطرقية بتطوان امرأة تحمل في ظهرها رضيعا بدا غارقا في النوم، رجلاه متدليتان على خصري المرأة أمه يهتزان على نفس إيقاع خطوها. لم يكن في منظر تلك المرأة ما يشد الانتباه، إذ ليس غريبا وإن قل أن ترى امرأة تحمل رضيعها وتمضي لقضاء أغراضها. ما كان لافتا أنها لم تكن تحمل في يدها سوى كيس من البلاستيك الشفاف وضعت بداخله قنينة رضاعة وشيئا آخر لم يكن واضحا شكله. كانت أول من خرج من المحطة من بين ركاب تلك الحافلة، الآخرون أغلبهم كانوا ينتظرون أخذ أمتعتهم. في الخارج حيث اصطفت عشرات من سيارات الأجرة الكبيرة التي يغلب عليها اللون الأزرق والمختلفة وجهاتها، ارتفعت وتداخلت أصوات المنادين بالوجهات التي تأمها سيارات الأجرة تلك. كل ذلك من المشاهد المألوفة إن في المحطة الطرقية لتطوان أو في غيرها، بل إن تلك الأصوات وهدير محركات الحافلات ومنبهات سيارة الأجرة وكل ما يحدثه ذلك من جلبة مما يمنح المكان طابعه الذي يميزه عن أمكنة وفضاءات أخرى. عبرت المرأة التي ترتدي عباءة فضفاضة ذات لون داكن ناله البلا شارع 9 أبريل، واتبعت لا تلوي على شيء شارع مكناس. تجاوزت مدخل سوق الغرسة الكبيرة ودخلت الزقاق الذي يليه. في المقهى الذي يحتل الزاوية جلس بضعة أشخاص يتناولون وجبة الفطور. كان أحدهم يبدي اهتماما مثيرا بالحركة في الشارع الصاعد ولم تكن قد بلغت وتيرتها المعتادة بعد. لما مرت تلك المرأة ودخلت الزقاق المقابل نهض من مكانه وترك على الطاولة كأسا لا يزال به نصف محتواه من القهوة. مشى في أثر ذات العباءة الرمادية. الطفل الذي تحمل في ظهرها لا يزال نائما. أدركها الرجل الذي كان في المقهى، تجاوزها ومضى إلى باب منزل وفتحه ودخل. تبعته المرأة التي تحمل الطفل النائم وأغلقت الباب بعد مرورهما. عاد الزقاق خاليا. ظل الأمر كذلك ما يقرب من نصف ساعة، ثم جاء شخص يمتطي دراجة نارية من الحجم المتوسط، ركن مطيته قرب باب ذلك المنزل ودخل دون أن ينزع خوذته. في يده حقيبة كتلك التي يحملها رواد النوادي الرياضية. بعد أقل من 10 دقائق خرج الرجل الذي يضع على رأسه الخوذة. لم يكن يحمل تلك الحقيبة الرياضية التي جاء بها. ركب دراجته النارية وانطلق، ولم يلبث باب ذلك المنزل أن انفتح. خرجت المرأة التي تحمل الرضيع في ظهرها، وكانت تحمل الحقيبة الرياضية التي جاء بها صاحب الدراجة النارية. سلكت الزقاق انتهاء إلى شارع مكناس وانحدرت إلى المحطة الطرقية. كان عليها أن تنتظر هناك ساعة أو أكثر قليلا حتى تركب الحافلة إلى القصر الكبير. كانت تبدو مشدودة الأعصاب. استيقظ الطفل الذي في ظهرها وانخرط في صراخ مسترسل. من كيس البلاستيك الشفاف الذي عادت به أخرجت قنينة الرضاعة التي كانت مملوءة بحليب إلى أكثر من النصف، دستها في فمه فكف عن البكاء. ثم جاءت الحافلة التي ستمر عبر القصر الكبير قبل أن تواصل طريقها إلى القنيطرة في الرباط. صعدت المرأة تحمل الرضيعة في يديها وقد علقت إلى كتفها تلك الحقيبة الرياضية التي لم تكن تبدو ممتلئة. هم أحدهم بمساعدتها بأن يحمل حقيبتها. ابتسمت في وجهه ابتسامة خاطفة وشكرته بعبارات لم تكمل نطقها. كان مقعدها في منتصف الحافلة. بجانبها جلس رجل يبدو في منتصف العمر، الرضيع متمسك بقنينة الرضاعة مفتح العينين.
لما التقت نظرته بوجه الرجل الجالس إلى جانب أمه توقف عن الرضاعة وظل يحدق في وجه الرجل لعدة ثوان. ابتسم الرجل وقال مخاطبا المرأة: ما شاء الله، جميل، كم عمره؟ التفتت المرأة إليه وقالت إنه يقترب من إتمام عامه الثاني. ابتسم الرجل وقال مرة أخرى: ما شاء الله. ولما ردت المرأة بابتسامة سألها إن كانت من تطوان، أجابت بأنها من نواحي القنيطرة ولكنها تسكن في القصر الكبير. قال الرجل: إنه من سيدي قاسم ولكنه يعمل في تطوان. ودون أن تسأله قال إنه ذاهب إلى القصر الكبير لزيارة شقيق له يسكن هناك. كانت الحافلة قد تحركت منذ ما يزيد على نصف ساعة. من مقدمتها يأتي صوت السائق وهو يتبادل مع أحدهم حديثا حول محاصيل الزيتون في وزان. تظاهرت المرأة بأنها منشغلة برضيعها، ولذلك أمسك الرجل عن سؤالها. لم تكن ترغب فيما يبدو في الحديث إليه مطولا. توقفت الحافلة عند حاجز للدرك الملكي. صعد دركيان، أحدهما تقدم بين صفي الكراسي متفحصا الوجوه. لما اقترب منها انتابها خوف أخفته بأن قرصت الرضيع فأيقظته وصار يصرخ. حملته في يدها تتظاهر بأنها تهدئه. تجاوزها الدركي، انحنت وأخرجت قنينة الرضاعة التي كان لا يزال بها بعض الحليب ووضعتها في فم رضيعها فكف عن الصراخ. نظرت إلى الرجل الجالس بجانبها فانتبهت إلى أنه كان يراقب كل ما قامت به. ابتسم كما فعل في مرات سابقة، ولكن ابتسامته تلك لم تكن مطمئنة لها وصارت تتساءل عمن يكون. في الجزء الخلفي من الحافلة بدا الدركي وقد رصد أحد المهربين فطلب منه أن ينزل. اشرأبت بعض الأعناق لترى من يكون الشخص الذي رصده الدركي. كان شابا. نزل، راقب الدركي متاعه وما لبث أن عاد إلى مكانه وانطلقت الحافلة. لما وصلت الرحلة إلى القصر الكبير كان الرضيع غارقا في النوم. تدافع ركاب إلى الممر ولم تكن الحافلة قد توقفت بالكامل بعد، وتعالت أصوات وسمعت أسماء وألقاب. ظلت المرأة في مكانها بينما قام الذي كان يشغل المقعد المجاور لها. توقفت الحافلة ونزل المسافرون تباعا، ثم نزلت المرأة ذات الرداء الرمادي بعد أن وضعت الرضيع في ظهرها. حملت الحقيبة الرياضية وأسرعت الخطى إلى باب المحطة. في الخارج على بعد أمتار قليلة كانت مستوقفة سيارة بيضاء لا تثير شبهة. توجهت إليها المرأة وفتحت الباب الخلفي، ألقت بالحقيبة الرياضية ثم دخلت وأغلقت الباب. لم يكن في السيارة من أحد ولم تبدو قلقة لذلك، تعلم أن الذي سيسوق السيارة سيحضر بعد حين. أنزلت الرضيع من ظهرها ووضعته بجانبها، ثم تخلصت من عباءتها الداكنة ومن الوشاح الذي كانت تضعه على رأسها. بدت امرأة أخرى، وضعت نظارات شمسية. بدا لها كل شيء كما ينبغي له أن يكون. رأت ذلك الرجل الذي كان يجلس بجانبها يمر، وفجأة فتح باب السيارة، باب السائق، وظنت أنه الذي كان ينتظرها، ولكنها فوجئت بأن الذي اقتعد كرسي السائق لا تعرفه ولا سبق لها أن رأتها. اضطربت واشتد اضطرابها لما جاء رجلان آخران وفتحا البابين الخلفيين وركبا وجعلاها في الوسط، ثم انطلقت السيارة. همت بالصراخ، ولكن أحد الرجلين من حولها همس لها بأنهم من الشرطة وإنهم سيسألونها عن بعض الأشياء ولا حاجة إلى صراخ لن يجدي نفعا. ابتلعت ريقها مرات تتالت والتزمت الصمت. واصلت السيارة طريقها إلى مفوضية الشرطة دون أن يحدث أي تبادل للحديث. أنزلت المرأة
وحملت الرضيع وأيضا العباءة الداكنة التي كانت تخفي ملابسها العصرية، بينما تولى أحد الرجلين حمل الحقيبة الرياضية. في مكتب رئيس المفوضية كانت منتظرة، ثم اقتيدت إلى مكتب مجاور، طلب منها الجلوس وشرع في استجوابها، وقد فوجئت بأن الباحثين يعلمون الكثير عنها وعن نشاطها. كان اسمها معروفا، ولكن عليها أن تنطقه هي. اسمها ليلى برباع، من مواليد العام 83 في إقليم القنيطرة. لم تكن متزوجة ولم تكن أما للرضيع الذي حملته في رحلتها إلى تطوان. أقرت بأنها اكترته من امرأة تسكن غير بعيد عن المحطة لقاء 150 درهما، وأنها تعودت على التعامل مع تلك المرأة، وزعمت أنها لا تعرف من أين تأتي بأولئك الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و4 أعوام. وضع أحد الباحثين الحقيبة الرياضية على المكتب وفتحها. في داخلها بين أكياس للحلوى والشوكولاتة من أنواع مهربة، أكياس بها أقراص يغلب عليها اللون الأحمر. كانت تبدو هي أيضا كأكياس حلويات من تلك التي يقبل عليها الأطفال. سئلت عنها فزعمت أنها حلويات. نظر إليها الباحث الذي كان يجلس في الكرسي المقابل لها وقال لها: أأنت جادة فيما تدعين؟ أهذه حلوى؟ ألأجل بضعة أكياس من الحلوى تذهبين إلى تطوان وتسيئين معاملة هذا الرضيع البريء؟ صمتت، تظاهرت بالبكاء. استعجلها الباحث أن ترد ولكنها لم تفعل. إذ ذاك أبلغها بأن مصالح الأمن تعلم الكثير عنها وعن نشاطها، وجاءها صوت من المحققين يبلغها بأن كل الذين تخشاهم هم الآن في قبضة الأمن، ومنهم أيضا الذين كانوا يزودونها بالمخدرات في تطوان. في أقوالها عادت ليلى إلى سنوات بعيدة من عمرها. قالت إنها فقدت أباها وهي في 3 من العمر، وإن أمها تزوجت ولم تكن هي قد أكملت عامها 5، وأنها ذاقت الكثير من القساوة على يد زوج أمها، ولما بلغت 16 هربت من البيت. أمضت 2 في القنيطرة، حيث تعرفت على شابات وشبان من هامش مجتمع، وأفضت بها سبل الهروب إلى بيع الهوى ومعاقرة الخمر وكل ما يستتبعه ذلك. قالت إنها تعرفت ذات صيف في المهدية على رجل من القصر الكبير، أمضت معه 4 أيام، ولما عرض عليها الذهاب معه إلى القصر الكبير لم تتردد في القبول، وكذلك انتهت إلى العمل لحساب شبكة لتهريب المخدرات. قالت إنها على مدى 7 سنوات كانت توكل إليها مهمات استخدام المخدرات الصلبة، ومنها الكوكايين، من تطوان والفنيدق ومن طنجة أحيانا إلى القصر الكبير. فيما أفضت به للمحققين أنها لم تكن لها صلة بمن يقومون بالتوزيع والترويج في القصر الكبير، وأنها كانت تتلقى 1500 درهم عن كل رحلة تقوم بها. كانت الشبكة التي تعمل لها تدبر كل شيء، ولم تكن تنطلق في مهماتها إلا لتنفذ خططا تضعها الشبكة، التي لم تكن تعرف إلا بعض أفرادها بأسمائهم الشخصية تلك التي يتخذونها. لم يكن خاف عليها أنهم يخفون أسماءهم الحقيقية كما كانت هي تخفي اسمها الحقيقي. جميعهم ينادونها حفيظة، وكانت تحرص على الاستجابة حين ينادى عليها بذلك الاسم. تنفست بعمق ومسحت عينيها وقالت إن ليلى التي فرت من بيت عائلتها بسبب ما تعرضت له من قساوة حرصت على أن يبقى اسمها هناك، ومنذ هروبها اتخذت 10 أسماء زائفة. كانت ليلى برباع الحلقة الأخيرة في سلسلة مجرمين يغتنون بترويج المخدرات في أوساط اليافعين والشباب، ومنها الأقراص المهلوسة التي كانت هي حمالتها.